مرحبا، في هذا الفيديو بدنا نحكي عن موضوع جدا 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 مهم في هذا الكورس. بدنا نحكي شوي عن الانتيجرال وكيف احنا بدنا نكامل على سواء كان عندي سفيريكال كوردينيت او كارتيجن كوردينيت او اللي هو سفيريكال كوردينيت او سلندريكال كوردينيت. اوكي، في البداية بدنا نيجي نشوف انواع الانتيجرال اللي احنا راح نتعرف عليهم. عندنا اول نوع راح نكون مهتمين فيه اللي هو اللاين انتيجرال. لاين انتيجرال، تمام. اللاين انتيجرال، تمام، في عندنا شغلتين او نوعين. راح نيجي نحكي عن انتيجرال اللاين انتيجرال العادي، وراح نحكي عن الكلوزد انتيجرال. الكلوزد انتيجرال، تمام، وعندنا الانتيجرال اللاين انتيجرال، تمام. اللي هو طب شو الفرق بينهم؟ اللاين انتيجرال عادي ممكن يكون مثلا لاين زي هيك. الكلوزد انتيجرال بيكون عندي لاين مثلا زي السكوير، زي السيركل، بيكون مغلق، تمام. اما هذا بنلاحظ انه ايش؟ اوبن. اوكي، كيف صيغه اللاين انتيجرال؟ باجي بحكي انه اللاين انتيجرال بيساوي اللي هو حيكون انتيجرال زي هيك لا اللي هو الفانكشن، مثلا لو نحكي ايه، طبعا حيكون عباره عن فيكتور، حيكون دي ال هون، طبعا حتكون برضو هاي فيكتور، بينهم في دوت برودكت، تمام. ال A اللي هي عبارة ايش؟ عن function، تمام. A F Z something، اي اسم او اي رمز او اي notation انتو بدكو اياه. بالنسبة لل DL نيجي نعرف شو هي ال DL. من ذكرين ال length differential او ال line differential element، كنا نحكي مثلا في ال cartesian coordinate DX في اتجاه ال X زائد دي واي في اتجاه الواي زائد دي زد في اتجاه الزد، هذا هو فعليا ال دي ال. وفي ال كنا نحكي في السلندريكال اللي هو كنا نحكي دي رو في اتجاه الرو زائد اللي هو رو دي فاي في اتجاه الفاي زائد كنا نحكي ايش اللي هي دي زد في اتجاه ال زد، تمام. عندنا اللي هو اخر اشي دي ال في السفيريكال، كانت من ذاكرين شو كانت اللي هي دي ار في اتجاه ال ار زائد اللي هي كانت ار ساين ال ثيتا باتجاه ال اي فاي زائد اللي هي ار، تمام، دي ال ثيتا في اتجاه ايش؟ الثيتا، تمام. هذا هو كان يلي في ال دي ال، تمام. طيب لو كان كلوز انتجرال كيف بنعبر عنه؟ لو كان closed integral هيكون في كل بساطة بيساوي زي هيك، سوري، هيكون نفس الاشي بس هون في circle صغيرة a dot dl، تمام. ونفس الاشي dl هي نفسها هاي او هاي او هاي. اوكي، هذا اول نوع من انواع الانتيجرال. تاني نوع رح نيجي نحكي عن اللي هو surface integral. سيرفيس انتيجرال، بالنسبة للسيرفيس انتيجرال اللي هو ايش؟ احنا من خلاله بنطلع الاريا، تمام؟ اللي هو كنا متذكرين شو كنا نعمل نوتيشن اللي هي دي اس، اللي هي برمز لها بالرمز اس، وهي عبارة فعليا عن ايش؟ عن فيكتور، تمام. كيف الانتيجرال حيكون؟ حيكون عبارة مثلا اس تساوي انتيجرال، حيكون اوفر سيرفيس، حيكون يعني دبل انتيجرال، بنحط اس يعني فعليا دبل انتيجرال لا الايش الفانكشن ايه اللي حيكون فيكتور في دوت برودكت مع ال دي اس، تمام. حكينا ال دي اس ايش ممكن تكون؟ ممكن تكون كارتيجيان، ممكن تكون سلندريكال، ممكن تكون ايش، ممكن تكون سفيريكال. طبعا كارتيجيان لها اكثر من شكل، ممكن تكون دي اكس في دي واي، دي زد في دي واي، لها اكثر من احتمال، تمام، حسب البلين اللي انت حتاخده. نفس الاشي بالنسبه للسلندريكال، مثلا ممكن تكون هاي السلندريكال، ممكن انا اجي للسيركل هاي اجي تكون رو دي رو دي فاي مثلا، ممكن لو على السفير نكون نيجي ناخذ السطح الخارجي، تمام، اللي حكينا عنه في الفيديو الماضي. هذا كله بيرجع لطبيعه الشكل اللي موجود، تمام. برضو في منه closed integral زي ما حكينا، حيكون زي هيك over surface لل a dot ds،
تمام. مثلا زي ايش حيكون كلوزد انتجرال؟ زي مثلا الكيوب اللي هو المكعب زي هيك. طيب وبرضه كلوزد حكينا هون a دوت دي ال هون كلوز انتجرال، شو بعمل في الحاله؟ طيب نيجي على كلوز انتجرال لللاين، باجي بجمع، تمام بجمع باخذ انتجرال لهذا اللاين، بعدها انتجرال لهذا اللاين، وانتجرال لهذا اللاين، وانتجرال لهذا اللاين اذا كان كلوز انتجرال، وبجمعهم مع بعض. تمام. طيب بالنسبة للكلوزد سيرفيس انتجرال راح اطلع الاريا لهذا الوجه، وبعدين لهذا الوجه، وبعدين لهذا الوجه، بدي اطلع الاريا لست اوجه، تمام، واجمعهم، يعني راح اعمل ست تكاملات. تمام. طيب اخر اشي اللي هو الفوليوم، تمام، الفوليوم انتجرال. طيب في الفوليوم انتجرال كيف حيكون؟ زي ما نعرف انه الفوليوم عبارة عن كونستانت، حتكون الابسولوت فاليو للـ A ايش في الـ dV، تمام، اوفر فوليوم، يعني اوفر فوليوم هاي، تمام، يعني تريبل انتجرال، اوفر فوليوم هي نفسها حتكون تريبل انتجرال، الـ S حتكون ايش؟ عبارة عن دبل انتجرال. هاي بناخذ احنا الماجنيتيود للفيكتور هاد، لأنه في النهاية لازم يكون سكيلر حيطلع عند الرقم، لأنه هاي dV أصلا مش فيكتور، تمام، هاي سكيلر، وهاي لازم نخليها بالتالي سكيلر. تمام. هاي بالنسبه للانتجرال. لو بدنا مثلا، تمام، ناخذ مثال على السريع بشكل عام، واحنا بالفيديو الجاي كمان راح ناخذ كمان اكثر من مثال، فهذا بس مثال توضيح سريع. اف اللي هو عندي فانكشن f2xy، تمام، find the surface area، بندوس surface area، تمام، من x بتساوي 2 ل ال x بتساوي 3، ومن y بتساوي 3 ل ال y بتساوي سالب 1. تمام، بكل بساطه بده سيرفيس اريا، شو بعمل؟ باجي بعمل دبل انتجرال، يعني بده سيرفيس اريا. تمام، باجي بحط الفانكشن دي 2 x y، تمام، حيكون دي x دي y، بما انه بس في ال x وال y هو معطيني اصلا اللي هو الحدود التكامل x و y. فبالتالي بدي اجي في البداية اكمل بالنسبة ل x، حيكون من 2 ل 3، احط حدود التكامل من الى، تمام، وهون من 3 لسالب 1، او من سالب 1، تمام، من سالب 1 ل 3، تمام، من سالب 1 ل 3 زي هيك. تمام. طيب بدي اكمل، شو بسوي؟ لازم اكمل بالنسبه ل x اللي هي حتكون 2x تربيع y over 2 from 2 to 3 dy. شو بعمل هلا؟ بكمل التكامل من minus 1 ل 3، باجي بعوض، اللي هي حتكون 2 مع 2 حيروحوا، بتصير 9 اللي هي 3 عوضتها ناقص 4، تمام، y dy. بعدها باجي شو بعمل؟ من ماينس واحد لا ال 3 هتكون 5y دي واي، بعدها راح تصير 5y تربيع على 2 من سالب 1 ل 3. اخر اشي راح نعوض، هتكون 5 على 2 في 9 ناقص 1، هتصير 5 على 2 مضروبة في كم؟ في 8، هتصير هذه 4، فبتصير كلها الناتج 20. اذا الاريا لهذه الفانكشن من على هاي الانترفل هتكون بتساوي 20. بالفيديو الجاي راح ناخذ كمان اكزامبل ونحكي عن اخر موضوع عن الكوردينيت سيستم، وبنشوفكم في الفيديو الجاي.